وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهميه مواصله الهيئه العربيه للتصنيع العمل لتلبيه متطلبات خطط التنميه المستدامه، بما يتفق مع سياسه تعميق التصنيع المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس مع رئيس مجلس اداره الهيئه العربيه للتصنيع. وفي اجتماع منفصل مع وزير العدل وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تحقيق تحسن نوعي في منظومه التقاضي، سعيا للتسهيل على المواطنين وتحقيق العداله الناجزه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس اطلع على مستجدات العمل في وزاره العدل خاصه ما يتعلق بجهود تطوير منظومه التقاضي على مستوى الجمهوريه بما في ذلك من خلال التحديث التقني الى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشريه فضلا عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصة ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية. حيث اطلع السيد الرئيس على استراتيجية تطوير الهيئة، خاصة ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها. وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية لسيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقد وجه السيد الرئيس بمواصله الجهود الجاريه للهيئه في مختلف المجالات وذلك في اطار تلبيه متطلبات خطط التنميه المستدامه للدوله وبما يتفق مع سياسه تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثه في مصر ومواكبه التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي